بعض الأحزاب اللي عندها مرجعية دينية سواديزون، في بعضهم ما تلقوش بعضهم، في بعضهم أحزاب من مرجعية دينية، باش ما نقولش مرجعية إسلامية إسلام حاشاه وبعيد عليهم، بدأ واحد يجبد في ولد الأخر، الأخر يجبد في بنت الأخر. المواطن يهمه هذا الأمر؟ هذا المواطن يهمه واش تقدم له بدائل، وكيفاش تخرجه من الغرقة، كيفاش تدبر له خدمة، كيفاش تعالج له المشاكل نتاعو. إذا نبتعد على التجريح.